تعد المقومات الطبيعيه لمصر عنصر جذب للسائحين من مختلف دول العالم بغرض الاستشفاء كما جعل موقع مصر الجغرافي المتميز وما تتمتع به من اماكن وشواطئ ومياه مالحه وابار معدنيه مقصدا سياحيا هما للسائحين طبيعه ساحره ومقومات لا مثيل لها جعلت من مصر مقصدا للسياحه العلاجيه نظرا لما تتمتع به مدنها وجوها الخالي من الرطوبه وما تحتويه تربتها من رمال وطمي صالح لعلاج الامراض العديده وتعدد شواطئها ومياه بحارها بما لها من خواص طبيعيه مميزه ففي مصر تنتشر العيون الكبريتيه والمعدنيه التي تمتاز بتركيبها الكيميائي الفريد والذي يفوق في نسبته جميع العيون الكبريتيه والمعدنيه في العالم، علاوه على توافر الطمي في برك هذه العيون الكبريتيه بما له من خواص علاجيه تشفي العديد من امراض العظام وامراض الجهاز الهضمي والجهاز التنفسي والامراض الجلديه وغيرها، كما ثبت ايضا الاستشفاء لمرضى الروماتيزم المفصلي عن طريق الدفن في الرمال، ووفقًا للعديد من الابحاث فان مياه البحر الاحمر بمحتواها الكيميائي ووجود الشعاب المرجانيه فيها تساعد على الاستشفاء من مرض الصدفيه، تتعدد المناطق السياحيه التي تتمتع بميزه السياحه العلاجيه في مصر وهي مناطق ذات شهره تاريخيه عريقه مثل حلوان وعين الصيره والعين السخنه والغردقه والفيوم ومنطقه الواحات واسوان وسيناء ومدينه سفاجه على شاطئ البحر الاحمر والتي تمتلك جميع عناصر السياحه العلاجية والتي تزورها الافواج السياحية وتأتي شهرتها بقيادة الرمال السوداء والتي لها القدرة على التخلص من بعض الامراض الجلدية. الآبار الطبيعية ذات المياه العذبة والصالحة للشرب تعد أماكن جذب للسائحين وقد قامت الدولة باستثمارها واستخدامها لأغراض اقتصادية بوجود رقابة محكمة على المواصفات والمقاييس لضمان جودة ونقاء المياه من الشوائب والجراثيم ودرجة عسر الماء وتركيبها الكيميائي وفي هذا الاطار طورت مصر العديد من تقنيات العلاج البديل التي اصبحت منتشره في جميع انحاء البلاد حيث يوجد فيها العديد من المراكز الشفائيه والمنتجعات الصحيه التي تتمتع بتقديم اعلى معايير العلاج والرعايه الصحيه التي يتوجه اليها السائحون وبهذا احتلت مصر موقعا متميزا على خريطه السياحه العلاجيه واصبحت وجهه اساسيه لراغبي الاستشفاء من جميع انحاء العالم.